الحب هالأشعار والليل الليل مسح بظلمته حتى خبر الأسفار. ويا بعيد يا بعيد ارجع ارجع قلبي غدا محتار. وكم علي للنفس كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار. حتى السحب والموت عزف على الأوتار. حتى السحب والموت عزف على الأوتار. والناس شكوى وظلم والناس شكوى وظلم. والحياة أسرار الحياة أسرار. وين الأهل راحوا وين وينكم يا أهل الدار. الدنيا تدور وتدور وتدور وهذا نجم سيار. وقت الحكم والحق الكل خلق أعذار. أسكت بسكم ظلم وترفيع بسكم مسك بالثار. كلها بلا كلها بلا وكلها أقدار. رجعوا رجعوا يا أهل الدار. رجعوا رجعوا يا أهل الدار. رجعوا رجعوا يا أهل الدار. وحتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار. وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار. يا زمن صحيح يوم قالوا ما منك أمان. الذل العالي وتسعد الواطي فينك يا ناصر فينك. الأيام تروح وتجي وانت بعدك مسافر. كلهم يقولوا سفرك طويل سفرك ما له قرار. يا ترى بك أحلى عيوني المشتاقة بشوفتك. يا زمن تبعد الحبيب وتقرب الغريب 15 سنة. محتار مسوي تو أوين يقول إن الماي قديم وتي يفكر إنه باغي يحفر طوي غيرها وباغي يجيب ثورين. خايفة خايفة العزيمة تروح والأمل يضيع والأرض تصير بور والكل يشمت فينا. ما عاش ليشمت أولاد ناصر بالسالم ولا في هذا البيت. بس يا ليت لو بدي يفكر فينا شوية ولا يفكر في أخو سالم. كانت الأرض ما بتضيع ولا بيحتار سالم في زراعتها. لكن يختار يد وحدة ما تطفى. خايفة من الأيام تخلي الواحد اثنين وتقسم الدار دارين. خايفة السلام عليكم. عليكم السلام. تأخرت ما من عادتك بهذا الوقت. أخو ما سجد إنك ما يتغسل في وجهك. تعبت كثير الوالد تعبت. الأرض ما راضي تعطي وتحب علي ولا واحد راضي يساعدني. حتى خالي خالي ما راضي يداري معي الأرض ولو بالمشورة. تعال غسل وجهك. تعرف الوالدة أصعب شيء إن الواحد يحس بالغربة وهو في أرضه. معني مرجوز فيها رز مثل النخل اليتيمة في حجرك. زين ولد الحلال اتركها. خير الله وجود في كل مكان. ما لازم بس في هذه الأرض. البحر قدامك. يا مناس عاشوا من البحر وخيرات البحر. لا لا تقتلوا ناصر. ترى ناصر بيموت يوم الأرض بتترك. لكن الواحد
كنا جالسين نجرح بحر. انتوا اثنين يا اولادي، انتوا اثنين. من حمود؟ يا ليته يفكر زين. اي صحيح، وين حمود هذه؟ ليش ما تيجي على التوبقة؟ وانت تحس بيقاوي البيت من وقت؟ خلاص ما قل لهم كل جوعان. هذا لازم حد يأدبه هذا الولد. لا ابوي ابو ما تأدبوا الحاجة، ما جاي تأدبوا العصا. انا بأدبه انا. سمعتوا مني؟ عليكم الطاعة. واللي يطيعني لطيبة الخاطر. سمعتوا مني؟ نعم. ما ابغى منكم عاد الا انكم تصافون، واحنا كلنا قلوبنا صافيه بيض الحمد لله. ها سلم ابوي سلم سلام لله سلم. وعندك مبروك ناك من نقول سلم سلام لله؟ لا بس ما حد ما حد. كيف ما حد؟ كلم نفسك وكيف وكيف؟ ها؟ ابوي كيف ما يكلم نفسه؟ لا يحب يحب هالايام. هذا يحب؟ ومن هاي بعيشة الحظ اللي يحبها؟ آخر زمن كان واحدة ما موجودة ما موجودة. الله يجازي من المضغوط. زين زين كمل السالفة كمل. أقولكم يا جماعة يعني هاي اللي بوصيكم عليه. ابوي طلع ابغل عني. شوف شوف فين خاشنهم. اسمي صحيح انه بخيل لكن ما علي، خلي يجمعهم ترى اخرة اللي يطير الحالي. ليه بهذا الغوازي بتزوج بشتري لي ذهب. واشتري لي بناقري واشتري لي حقول بعد ايش 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 ونقل ولبان وشاكليت. يلا عياد استعد عياده بنام سن يلعبه. يلا ها جاتك. يلا هذي وابوي هذا كنا جايين هذا هاي بيقتلني وفي دينه عصا. اقوم اسيب بيتنا ابوي احسن. تعال زين، والموضوع اللي خبرتك عنه اي سويت فيه؟ اي موضوع يا ابو مسعد؟ اسمك انك نساي يا سالمي، اسمك انك نساي. سر انت شغلك بعد يا تفنت وتسمعنا. سر صدق ابو مسعد مو قصه وانت هنا. يلا سير قبل الشاي ولا قهوه. سميك سميك. زين ابو مسعد اي موضوع كنت تتكلم عنه؟ الارض ولد اختك يا سالمين. اوه يا ابو مسعد صدقني مشاغلي واقده وما واحد تصير لهم. ما واحد ولا تتعذر يا سالمين. شوف قول لي بصراحه، اذا ما تقدر انا اقدر اتصرف معهم واتفاهم معهم، وفي الاخير طبعا انت الخسران عاد. ها يا ابو مسعد انت عاد اعطيني فرصه. نعم انت تعرف سالم، سالم عنيد وراسه يابس يبغى حد يسايره. ما عليك ما عليك ما بلقى البيت. ان شاء الله في البيت ان شاء الله. محبوب لو سمحت اعطيني قلاس ماي. ماي محبوب عطى شربت. هذا الغالي ود الغالي عطى شربت يا محبوب. اه سلم قول السلام عليكم. انا خالد جالس هنا. مالك ولا انت مالك؟ اسمح لي خالد اسمح لي، يكفي اللي فيه ويكفي حمود وسيب راسي. مال حمود خير ان شاء الله.
علي يا سالم يا ولدي، بعد صغير حسن يكبر شويه ويعقل. ما عليك ما عليك، ان شاء الله ما يهمك، بيعقل ان شاء الله باكر. اسمع خالي، اذا تبغاني اجي هالمكان لا تخلي الرجال يتكلم علي. افا عليك يا سالم، افا عليك. انا اللي جالس اقول عنك انت رجال فاهم وعاقل، وجالس احاول نرد جمايل ابوكم الله يرحمه. اقول بعد اذا كان حمود ما يشتغل، انا ناوي شغله معي في الدكان ان شاء الله. مو قلت شغله عندك؟ الظاهر نسيت نفسك ثانوي. ايش قصدك من هذا الكلام يا سالم؟ سالمين، عاجبك كلام اختك هذا؟ عاجبك يا ولي؟ يا ولي استهدي بالله، استهدي بالله، الرجال باغي مصلحتكم، مالك انت كذاك؟ خبره قول له. ومو يشتغل عندك ها؟ يشتغل بشكار؟ اسمع، الولد عنده ارض وارضه اولابه. انت فهمتني غلط يا سالم، انا شغل ود ناصر بشكار معي عشان الله حشا. والله لو نموت جوع ما اشتغلنا عندك. عنيد هالمخلوق، عنيد عنيد عنيد، طالع كم ابوه. ايه ناصر، ايه لا اله الا الله، عنيد هالمخلوق. نعم يقبضني كان لو قبضني يقتلني كان لكم بنوصل في البيت. اي نعم. حمود هذا اكيد ورا سالم. عقب الليلة تعشب، سير ابوي سير سير، شوفي علينا بجوع سيري. ما شاء الله عليكم يا الاولاد. حمود حمود طلع على الاقل تاكل لك لقمه. ابوي ما ابغى شيء، ما ابغى شيء، ما ابغى شيء، خليه هذاك يجرعه، ما ابغى انا شيء، ما ابغى. انت هو ما حد، تعال اطلع برا. ايه خليه على حاله، لا تجسد حالي ذا البطران، خليه بعدين يوم بيقرص الجوع بيحس بقيمه التعب والشغل. شغل شغل شغل، هلكتوني بالشغل، عذبتوني بالشغل. بالله عليكم انا من قالكم اني ما ابغى اشتغل؟ انا باغي اشتغل نص، لكن في الارض هذه وحدي ما ابغى اشتغل، مو تكلفوني. عجب هين باغي تشتغل؟ هين يلي ما تحصل لك والي وليك، هين باغي؟ هين باغي اشتغل ابوي، انا مدبر شغلي، انا حمود ما لعب ست سنه. وهين؟ عند ابو مسعد. مسعد؟ من ذا مسعد؟ ايه يعني هو معنا من البلاد؟ الوالده ما شاء الله يهديش، حد ما يعرف ابو مسعد؟ ابو مسعد انسان معروف في البلد، وابو مسعد هو ثانوي. ثانوي؟ ثانوي؟ يا خساره. بشتغل مع ثانوي، بكره الصباح اصبح مع ثانوي، فهمتوني؟ لا حول ولا قوه. تعال ابوي تعال، تعال اسمع اخوك، تعال اسمع اخوك ايش جالس يقول. تعال سالم تجيد اصير اجيب لك عشاء. عمتي تعالي. لا 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 تجلسي تحجزي عن هذا الحف. خليني خليني اخبر عليه اخوه حتى يعرف زيوار بخته ويعرف قصته. خليني عمتي، شيء اللي صار صار خلاص، ماشي داعي. مو هناك، خبروني ايش اللي صاير، خبروني فهموني ايش اللي صاير، تركني اللي فيه. ماشي ماشي ماشي، كيف ماشي كيف ماشي، تحجزي عنه كيف ماشي. اسمعني، ود ناصر بن سالم باغي يشتغل عند ثانوي. ثانوي حمود هنا هو تو. حمود ود ناصر بن سالم باغي يشتغل عند البشكار ثانوي. ثانوي لنا نعرف الا لا اصل ولا فصل ولا اعرف ايش من الطبش. بعدني بعدني اتذكر ذاك اليوم يوم جاي ون بقصابينه، بعدني اتذكر وما نسيانه. وينه؟ يصير ابوي يصير يشوفه من مع الباب. ماي 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 ماي
يا الله وقف حق حزب الناس. لا اله الا الله الله خير. عايز ايش صار؟ ايش مسوي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يا جماعه تعالوا الرجال بيموت علينا. بسم الله محكوم. تعال مني. يلا يلا راشد يلا راشد. لا الله احسنت ابوي احسنت احسنت. جزاكم الله الخير. احسنت عثمان سامحوني. ايه يا جماعة ابوي صبر عندكم شاي؟ تعالنا ساعة جالسين هنا. ايه والله ابوي ايه والله بنجيب لك شاي. يا الله يا محبوب انك ورطتني. هذا ما صار سمك حشري. ساعتين ساري يجيب سمك؟ هذا ساري كنز كراب ما ساري يجيب سمك. ايه والله ابوي ايه والله بنجيب لك شاي. انت جيت؟ ساعتين ساعتين صار تجيب سمك. ساعتين هينو السمك هينو. الله يسلمك. انا كنت هذا هينو السمك قبل. ابوي خلينا افهمك. انا قبل هاي صاير مو بتفهمني. بتقول ان شلوا منك الغوازي ما كذاك. لا 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 ذي الكلام ما يمشي علينا محبوب. هينو السمك هينو. ابوي هاي الغوازي عندي بعد. خلينا افهمك قبل. زين قول. واجل حلال ما قد بمشي اجيب سمك. زين قد مرة بطوف على بيت سمجك ناصر بسألهم من كان يبيع سمك ولا شيء. ويوم سهرت أشوف ناس إيش كثيرهم كذاك كلهم قدام البيت قدام الباب متكاثرين. ناس واقدين متكاثرين قدام الباب. محبوب مو صاير هناك خير؟ عجب عجب. نعم والله رجال مدلمغ كله دمان. لو تشوف أنت بتقول هالباب يحيى. وخلاف مو خلاف صاير جاي ناصر قال يلا تعالوا تشابلوا تشابلوا طلب ندخل داخل. دخلناه في البيت وانا جيت عنهم. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا ناصر بيورط عمره في يوم من الايام. نعم بيورط عمره. اقوم اسير اشوف هذا رجال من ولا خبرك اسير لهم بالليل نعم عند الرمسة. ناصر بسم الله الرحمن الرحيم. ابويا علي لا اله الا الله لا حول ولا قوه بالله. ايش فعل المسوين فيك؟ يا الله يا الله لا اله الله اكبر عليهم. ظلام الا ظلام. يا الله لا اله الا هي. لا حول ولا قوه بالله. ماشي باس ماشي باس ان شاء الله ماشي باس. غاب الشر غاب غاب. بعد هالكمود هذا بيسوي بخير واحسن. يلا جزاكم الله الف خير ما قصرتوا. لا اله الا الله تعبتكم معي. يلا 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 اخوي شوي شوي علي. يلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يلا يلا شوي شوي علي يا اخوي. بسم الله بسم الله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله. يلا ان شاء الله بخير ان شاء الله. بيغيب الشر بيغيب. يلا 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 مرحبا ابوي. الغريب بعده عندكم ولا سار؟ اكيد في الصفه. هذا كما تسمع له حسه مسكين مستأذي من يوم جاي والصغير مساكين خيفاني. لا حول ولا قوه. خير خير الشمك خير. جزاكم الله خير ما قصرتوا. طب عليك اخ تعبتكم معي. هذا الواجب يا اخوي الواجب ولازم نسويه. اخ كانك مبروك. يا سالمين يا سالمين خلي الرجال يرتاح. ماتوا خلاف نعرف منك كل السالفه ما في. خلى يا اخوي يسال. انتوا باين عليكم ناس طيبين ولازم اقول لكم الحقيقه كلها. يا الله يعني مضروب ما كذا؟ سالمين بعدين يا اخوي بعدين. مالك انت؟ لو كان على الضرب اهون يا اخوي لكن حلالي ومالي كله راح. اخ وكان عندك فلوس وانسرقت بعد.
لا حول ولا قوة إلا بالله. تو مالك أنت؟ كلام صحيح، كلام صحيح يا أخوي، غوازي انسرقت. كيف تنسرق غوازيك وانت ما شاء الله كلك شدة وعدة؟ ها؟ وايش تفيد الشدة والعدة قدام الكثرة؟ وانا مكسور الجناح، غريب، وحيد. يلا. غريب وحيد ها؟ يلا. ما دام تعرف انك غريب وحيد، مو يطلعك من بلادك. الحاجة، الحاجة، ومثل ما يقول الحاجة سودة الوجه. أخ يا أخوي أخ، يبست الأرض وشح المطر ومعت الحلال والمال، وقلت أسير أشوف رزق الله. أخ البلاد نهشة الجوع، استوت مثل الشاه المذبوحة على سفرة الذياب. يا الله. حل مو جالس تلف وتدور، ليش ما تقول أنك انسرقت في شيء من السيوح؟ كلاب السياح يا أخوي ما ترحم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لصوص هذا لصوص؟ هي نعم. يا الله ما رحم وحدتي ولا قدروا سعي وغربتي، خذوا كل اللي عندي. يا الله ما خلوا إلا عظمي، عليه جروح السكاكين تنزف. يا الله ليش تلف وتدور؟ بسك من اللف والدوران، قول إنك مسروق في شيء من السيوح. لا حول. سالمين مالك أنت تو؟ ايش جايب انك انت؟ ايش جايب؟ خبرني ايش جايبني؟ ما جايبني غير خوفي عليك يا ناصر. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا ضيفي يا سالمين، ضيفي. يا ريت ناصر سمع كلام اخوي سالمين. Thank you.